تدرون بأن لكل زمان آية، والإعلام اليوم آية هذا الزمان، عمل جبار الله يعطيكم العافية. يعني الواحد لما يشوف هالتعب اللي قاعد تقومون فيه يعني يشعر بالفخر والخجل أيضا. كذلك اليوم لما أشوف هذا العدد الكبير من الميكروفونات قدامنا والتغطية الإعلامية، وما زلنا اليوم نطالب بمزيدا من الحريات وحقوقنا في حرية التعبير، من المحزن وأعتقد بل من المعيب جدا أننا في لنا من أبدى رأي سياسي أو أعاد تغريدة حتى في مأساة إرهابية، أو حتى قدم كلمة في الدفاع عن الوطن ويكون إما في الحبس أو يلقى نفسه مهجر عليه أحكام. اليوم لما نتكلم عن هذا التناقض القانوني السياسي، هي مسألة ليست ترفية، ما هي مسألة احنا قاعد نتكلم والله احنا نبحث عن حريات غير مقبولة، لا، احنا نتكلم على حرية التعبير وحقنا في التعبير والدفاع عن الكويت. من أسباب ان نكون في هذه المرحلة، في هذه التظاهرة الديمقراطية، وهذه الديمقراطية اللي بحاجة الى حماية من عندنا، خاصة بأن الوعد، أنا بقول الوعد بإجراءات ثقيلة أو تلك التصرفات اللي تعتبر جرائم انتخابية، هي مسألة ما عاد ممكن أن نتجاوزها أو نتجاهلها في أثناء الترشح والترشيح والاختيار. أخوكم محمد خريبط المحامي أترشح عن الدائرة الثانية تحت شعار كونوا أحراراً في اختياراتكم، كونوا أحراراً في قناعاتكم، كن حراً في الدفاع عن الوطن، ارفع عنك العبء والقيود واختار. عملية الإصلاح عملية شاقة لكن ليست بمستحيلة، مهما كنت مميزاً ومتميزاً بالأول وبالأخير ثقتكم هي اللي راح توصل المخلصين لأداء الأمانة. ثقتكم أمانة عندي، لذا هذه الحملة راح تكون من أجل تعديلات تشريعية سواء ومرتبة، سواء في مسألة تعديل قوانين الإجرائية أو قانون المرافعات أو حتى قانون الصحة النفسية، قانون مخاصمة القضاء، تعديلات مجتمعية. المجتمع اليوم بحاجة إلى صقل، لأن مهما ارتفعنا وارتقينا في التعديلات القانونية والدستورية، بالنهاية يجب أن يكون هناك مجتمع قادر على مواكبة هذا الحدث دون فيضان القوانين في الفترة السابقة اللي ما نتج منها إلا حماية للبعض. لذا لن نكتفي بأحكام تصدر غيابية دون محاسبة حقيقية لكل من أهدر وسرق، مو فقط الأموال، حتى الوقت. سنين من أعمارنا قاعد تطير تحت جدال وسجال، ما فهمنا سببه حتى نعرف ليش متى راح ينتهي. هذا الصراع المحتدم بين الأجنحة كلفنا احنا أعمارنا والوقت، وهذا ما يمكن ولا يمكن استرداده.